تفضل الاستاذ الدكتور ياسر عبد الله. مساء الخير. هذا مساء طيب. انا سعيد بوجودي بينكم وسعيد بحضور الاصدقاء وسعيد في الحقيقه بحضور الصديقه العزيزه الروائيه الكبيره الاستاذه سلوى بك في منتدى المستقبل للفكر والابداع، وقد ناقشناها في الحقيقه من قبل حينما كان المنتدى في مكتبه البلد، حينما ناقشنا روايتها شوق المستهام، اي بمناقشه هذه المجموعه باب مروحه للقصه والروائيه امان الشرقاوي، وبهذه المقدمه الضافيه التي صنعها صديقي العزيز الشاعر والقاص والمثقف النبيل الاستاذ امل سيد. وهذه المجموعه في الحقيقه ربما تثير جمله من التساؤلات التي ينفتح عليها عالم الكتابه القصصيه بشكل كلي، وهذه المجموعة التي تتسم أيضا بخصوصية جمالية في مسيرة القص على نحو خاص. وأنا سأشير إلى أهم البنيات والملامح التي احتوتها هذه المجموعة، وأيضا سأطوف حول الإشكاليات الفنية والأسئلة التي طرحتها أو يمكن نحن كمتلقين أن نطرحها. هذه المجموعة باب مروحة لأمان الشرقاوي، ثمة التقاطات من الحياة العامة، من متن الواقع الاجتماعي المدجج بالمشكلات والقضايا، ولا يحدث ذلك من منظور السرديات الكبرى، ولكن من زوايا الفعل الإنساني ذاته. هذا الفعل المعبأ بالتفاصيل الصغيرة وتداخل المسافات بين الحلم والواقع. هذه المجموعة ربما الملمح المركزي الذي يلفت الانتباه فيها أننا بإزاء جملة من الالتقاطات من الحياة العامة. معظم قصص المجموعة تنحو صوب التقاط ما يبدو أنه عادي والتعاطي معه من زوايا غير عادية. فكرة أنسنة هذا العابر وهذا العادي وهذا المألوف. ثمة التقاطات من الحياة العامة، من متن الواقع الاجتماعي تحديدا، هذا الواقع المدجج بالمشكلات والقضايا، وهذا الالتقاط لا يحدث من منظور ما يعرف بالسرديات الكبرى او المقولات الكبرى. يعني هذه المجموعه مثلا لا تغرق في اي ابعاد ايديولوجيه صاخبه، سنجد ان حضور التيمات فيها يتم من زوايا انسانيه ومن زوايا ما يعرف بالتفاصيل الصغيره. مشاهد عابرة يتم التقاطها من قبل عين، من قبل ما يسمى بالكاميرا اي او عين الكاميرا التي يمثلها هذه الذات الساردة، سواء اذا كان السرد تم من خلال صيغة الحكي وضمير المتكلم، او كما في معظم قصص المجموعة اذا تم السرد من قبل توظيف ضمير الغائب او فكرة أو هذا السرد الموضوعي الذي يتم من خلال عين أخرى تحكي عن شخوص النص القصصي وعن أبطاله المتنوعين. هذه القصص إذن تمتح من الواقع الاجتماعي، المادة الخصبة التي يتم النهل منها هي هذا الواقع الاجتماعي بتنويعاته المختلفة، هذا الواقع الاجتماعي المدجج بالمشكلات والقضايا المختلفة، ولا يتم التعامل مع هذه القضايا الاجتماعية وهذه الالتقاطات من زوايا ايديولوجية صاخبة، ولكن من زوايا التفاصيل الإنسانية، وهذا هو الملمح المركزي في هذه المجموعة، وربما هذا ما يميزها من وجهة نظري. تتداخل المسافات بين الحلم والواقع هنا، وتعطي الكاتبة مساحات أكبر لما يعرف بسردية الحواس، وأنا سأقف أمام هذا الاصطلاح بعد قليل، حيث يتجاوز الواقع حضوره المادي إلى ما نحدث به، وتصير الكتابة نفسها استجابة جمالية لمشاعرنا الداخلية صوب العالم والأشياء. هذا ما نراه مثلاً في مجموعة باب مروحة للقصة أمان الشرقاوي، التي تتشكل من أكثر من 20 قصة قصيرة تمثل مجمل المتن السردي لها، تستهلها الكاتبة بقصتها درة
التي تعاين واقعا اجتماعيا كما في معظم قصص المجموعة، واقع اجتماعي تزاوج فيه الكاتبة بين الأحلام الفردية والقسوة المجتمعية عبر وحدتين سرديتين في قصة درة، القصة التي تبدأ بها الكاتبة مجموعتها هذه القصة التي تتشكل كما أشرت من وحدتين سرديتين مركزيتين تتجادلان معا، حيث الزوج البخيل المقطر الكانز للأموال الموضوعة في الدولاب بين قوسين، والزوجة الباحثة عن حياة أرحب. تبدأ القصة من بعيد، حيث لؤلؤة الحظ السعيد التي تلوح في صغر الساردة البطلة، والتي يتوقف هذا الحظ السعيد حين ترتبط بهذا المأفون في إحالة إلى الموروث الشعبي ودلالاته الاجتماعية. هذه المجموعة التي تتشكل من أكثر من 20 قصة قصيرة كما أشرت تبدأ بقصة درة التي تبدأ هكذا: تجذبني لؤلؤة محدبة ولامعة بشكل لافت وتدفعني لكي ألتقطها من الشارع. دارت في ذهني خيالات أيقونة جلب الحظ بعد أن فر الحظ منذ زمن سئمت من طوله، وعدتني السماء منذ الطفولة بالرزق، فقد كنت أجد الجنيهات تبرق في الأرض وتناديني لألتقطها وأنفقها في سعادة. 5 جنيهات أثناء عودتي من المدرسة، وأخرى أثناء سيرنا على جمال أحد الشواطئ، 10 جنيهات طائرة تناديني. القصة تبدأ من بعيد كما أشرت. هذا الاستهلال القصصي الذي تنطلق منه الكاتبة يحيلك إلى طفولة هذه الذات الساردة، وطبعا هنا الساردة البطلة هي متورطة في الحكاية، هي جزء من النسيج السردي وليست منفصلة عنه. تبدأ القصة من بعيد كما أشرت، الاستهلال السردي يحيل إلى عالم الطفولة. هذا الأمر يتم عبر جمل مقتضبة، فقرات سردية قصيرة تتسم بما يعرف بالتدفق الحكائي والانتقالات السريعة، ثم ندلف بعد ذلك إلى جوهر النص الممثل في هاتين الوحدتين السرديتين اللتين أشرت إليهما. وهي بالمناسبة واحدة من العلاقات المستقرة سواء في السردية المصرية أو في الواقع الاجتماعي، زوج بخيل في مقابل زوجة باحثة عن عالم أرحب. إذن القصة بتعرف ما يسمى بفكرة أو آلية الفجوات الزمنية، فكرة الانتقالات، الثغرات الزمنية هذه التي على المتلقي أن يكمل تلك الفراغات النصية التي تشير إليها الكاتبة والتي تتسرب من بين ثنايا هذا النص. هذا الحظ السعيد الذي كان يخايل هذه الطفلة وهي صغيرة، تجد 5 جنيهات على الشاطئ، 10 جنيهات في الأرض، ينتهي بمجرد ارتباطها بهذا المفهوم، بما يحيلك طبعا إلى فكرة بين قوسين القدم، قدم السعادة والقدم، وطبعا فكرة ضاربة في الموروث الشعبي وفكرة التفاعلات الاجتماعية. والمجموعة بالمناسبة واحدة من التيمات المركزية التي بتتأسس عليها هي هذا الوعي بالموروث الشعبي ودلالاته الاجتماعية. دي واحدة بالمناسبة من الأشياء، زي فكرة أخرى أنا أطلقت عليها سردية الحواس، وأنا سأتوقف أمامها بعد قليل.